مع نشرة المنسق الأسبوعية. سمح اعتبارا من مطلع الأسبوع بدخول العمال الفلسطينيين من أصحاب التصاريح سارية المفعول من معابر يهودا والسامرة إلى إسرائيل بشكل يومي دون الحاجة إلى المكوث والمبيت كما جرت عليه العادة في الفترة الأخيرة. مراسلنا نمرود وطاقم المنسق كانوا في معبر قلنديا. كيف سمعت عن العودة إلى العمل الطبيعي وانتهاء المبيت في إسرائيل؟ على صفحة المنسق. وكان إنه بيحكوا يوم الأحد إنه خلاص راح يفتح المعابر. أول ما سمعنا الخبر إحنا رفع معنوياتنا، لأنه أول شيء بدنا نرجع لأهلنا، بدنا نرجع لأولادنا اللي اشتكنا لهم إحنا نايمين جوا يعني. طبعاً إحنا كإدارة مدنية بهمنا جداً إن العمال يروحوا ويترزقوا ويعيشوا أولادهم ويرجعوا على بيوتهم بخير وسلام. شكراً لكم. التقرير الكامل على صفحة المنسق لاحقاً. بعد تقييم مجدد للأوضاع ومشاورة أمنية مستفيضة، تقرر إعادة نشاط معبر كيرم شالوم وإعادة مسافة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً. لقد تم إعادة عمل معبر كيرم شالوم كالمعتاد، بما في ذلك إدخال المحروقات وجميع الأشياء التي منعت في الآونة الأخيرة، وكما تقرر إعادة مسافة الصيد في القطاع إلى 15 ميلاً بحرياً. إن إعادة هذه الإجراءات المدنية تجاه قطاع غزة إلى سابق عهدها، ذلك مقابل الحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني، وسيتم اختبار هذا القرار على أرض الواقع، وإن لم تلتزم حركة حماس بهذه الإجراءات الأمنية فهي المسؤولة عما يجري بالقطاع وسوف تتحمل كافة المسؤولية عن ذلك، وعندها إسرائيل ستتخذ الإجراءات الضرورية رداً عما يحصل. أنتم مع أخبار المنسق. قام الزميل نمرود وطاقم المنسق نهاية الأسبوع الأخير بمرافقة منسقة شؤون الصحة في الإدارة المدنية داليا باسا إلى مطار بن غوريون الدولي لاستقبال الطفل إسلام وعائلته لدى عودتهم من سفرة علاجية في الولايات المتحدة. אני קיבלתי טלפון מבית חולים הדסה והם שאלו אותי אם אני יכולה לעזור לילד, לאמא של ילד לצאת לחול עם הבן, האבא הוא מירושלים והיא מהרשות. שלחתי מייל דחוף לקונסוליה ירושלים, אמרתי היא חייבת לצאת מיד. הוא כן עילאג, يعني هي رحله علاجيه فاهتمامنا كله انه نروح نودي على المركز ونرجع على الاوتيل انه خاصه انه مع وضع كورونا هاي. فبنروح على المركز بخدروه بدخل للإشعاع وبيرجع، بس لسه الإشي ما بيبين هلا، فالنتيجة بعد بشهر ويعني إن شاء الله خير، إن شاء الله ربنا يشفي يعني. الله كريم إن شاء الله. كل التفاصيل والمزيد من الأصوات لاحقا على صفحة المنسق. السلام عليكم، سميح معكم، سميح من نجمة داود الحمراء. كتير مهم إنه نعمل فحص الكورونا، ما نستهترش بهذا الفيروس. مش عيب إنه إحنا نعمل الفحص، ومش عيب كمان إنه إحنا نكون حاملين للمرض. فرسالتي لكم، كل شخص عنده اعراض للفيروس او كان قريب من مصاب بالفيروس يتوجه لطبيب العيله او لوزاره الصحه، ياخذ بعض الارشادات اللي هو لازم يطبقها، وبالاضافه يطلب انه يعمل فحص الكورونا. بتمنى الصحه والسلامه للجميع، وكل ثقه انه معا ننتصر بحاله انه احنا التزمنا بتعليمات وزاره الصحه. أنتم مع أخبار المنسق. تم في معبر المحكمة مؤخراً فتح مسار إضافي لدخول المركبات إلى منطقة البيري ورام الله، وذلك للتخفيف من حالات الاكتظاظ والاختناقات المرورية في هذا المعبر. وفي غضون ذلك تم هذا الأسبوع استكمال الأعمال لتطوير معبر الجيب، والتي شملت تثبيت نظام تسقيف حديث على طول المعبر ومقاوم للحر الشديد والرياح والأمطار لرفاهية سكان المنطقة الذين يستخدمون هذا المعبر. أكد منسق شؤون الزراعة في الإدارة المدنية سمير معدي ضرورة فحص كافة إمكانيات التعاون الإسرائيلي الفلسطيني من أجل تطوير صناعة اللوز والتركيز على الزراعة العضوية، مشيراً إلى أنه سيفحص إمكانية تدريب طاقم فلسطيني مهني على الزراعة العضوية ومكافحة الأفات كجزء من البرامج التدريبية التي تقوم بها وحدة الزراعة في الإدارة المدنية،
وكان السيد معدي قد زار مؤخراً قرية بوركين وحل ضيفاً على شركة كنعان وتجول في منطقة جنين، حيث يتم تصدير زيت الزيتون وزيت اللوز عالي الجودة وبمواصفات عالية جداً من هذه المنطقة إلى دول العالم المختلفة. شهدت الفترة الواقعة بين 23 و29 من شهر آب أغسطس دخول 134,000 فلسطيني من معابر يهودا والسامرة إلى إسرائيل، وبضمنهم نحو 53,000 عامل. كما وتم في هذه الفترة إصدار أكثر من 2800 تصريح دخول إلى إسرائيل وتنسيق عبور 55 سيارة إسعاف ومرور أكثر من 17,000 حالة إنسانية. إلى هنا انتهت نشرة الأخبار. إلى اللقاء.